استقبل صاحب المعالي المشيرة ركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة صباح اليوم رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية الشقيقة النائب عبد الرحمن علي بو علي وخلال اللقاء رحب معالي القائد العام لقوات دفاع البحرين برئيس مجلس النواب المغربي والوفد المرافق مشيدا معالي بعلاقات الصداقة المتميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المغربية والتي لها جذور تاريخية متينة منوها بالتعاون القائم بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات ومنها ما يتعلق بتبادل الخبرات كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك